أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرض الأول للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الخامس، هنشوفوا نموذج للفرض الأول الدورة الأولى بالنسبة للمستوى الخامس مادة الاجتماعيات. إذا النموذج على شكل PDF عتلقوه في الوصف. إذا خدموا مكون التاريخ اللي عليه 10 نقاط. سؤال الأول، أكمل تعريف التاريخ بكتابة الكلمات المقترحة مكان النقط لحدوثها البشرية الوقائع الزمني. إذا نحاول نكمل تعريف التاريخ انطلاقا من هذه الكلمات. إذا التاريخ علم يدرس السجل ماذا للأحداث التي مضت خلال فترة معينة، ويعتمد فحص وتقديم الأسباب المفسرة، ويسعى إلى البحث في تطور المجتمعات. إذا بالنسبة التاريخ فهو علم يدرس السجل ماذا؟ السجل الزمني للأحداث. إذا التاريخ يدرس السجل الزمني للأحداث. إذا هنا عندنا الزمني، إذا نكتبوا هنا السجل الزمني للأحداث التي مضت خلال فترة معينة، ويعتمد فحص ماذا؟ فحص الوقائع، يعتمد فحص الوقائع، إذا يعتمد فحص الوقائع. إذن وتقديم الأسباب المفسرة لماذا؟ وتقديم الأسباب المفسرة لحدوثها. إذن وتقديم الأسباب المفسرة لحدوثها. إذن هذا بالنسبة لتعريف التاريخ. إذن ويسعى إلى ماذا؟ ويسعى إلى البحث. إذن ويسعى إلى البحث في تطور المجتمعات ماذا؟ المجتمعات البشرية. إذن البشرية. إذن هذا تعريف التاريخ. التاريخ علم يدرس السجل الزمني للأحداث التي مضت خلال فترة معينة، ويعتمد فحص الوقائع وتقديم أسباب مفسرة لحدوثها، ويسعى إلى البحث في تطور المجتمعات البشرية. إذن انتقلوا سؤال الثاني. إذن بالنسبة للسؤال الثاني، رتب خطوات عمل مؤرخ بوضع الأرقام من 1 إلى 4 في الخانات المناسبة. إذن عندنا جمع الوثائق والمستندات وفرزها وغربلتها، تفسير الوقائع والأحداث وتدوينها، تحديد موضوع البحث، اكتشاف الأحداث. إذن أول حاجة كيبدأ بها المؤرخ هو تحديد موضوع البحث. إذن تحديد موضوع البحث، إذن أول حاجة، إذن رقم 1. إذن بعدها ماذا؟ اكتشاف الأحداث. إذن اكتشاف الأحداث، بعدها اكتشاف الأحداث. إذن ثالثا جمع الوثائق. إذن جمع الوثائق هو ماذا؟ والمستندات وفرزها وغربلتها. إذن هنا بالنسبة ثالث حاجة جمع الوثائق. إذن جمع الوثائق والمستندات وفرزها وغربلتها. إذن بعدها بجمع الوثائق يقوم بماذا؟ بتفسير ماذا؟ بتفسير الوقائع والأحداث وتدوينها. إذن هنا عندنا رابعا، إذن تفسير الوقائع وتدوينها. إذن هنا وصل النتيجة. إذن واحد تحديد موضوع البحث، ثانيا اكتشاف الأحداث، ثالثا جمع الوثائق والمستندات وفرزها وغربلتها، رابعا تفسير الوقائع والأحداث وتدوينها. إذن انتقلوا السؤال الثالث، صنف الأزمنة الآتية في الجدول. إذن عندنا العصر الحديث، الفترة المعاصرة، العصر الحجري القديم، العصر الوسيط، العصر الحجري الحديث، العصر القديم. إذا عندنا عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية. اللي خاصكم تعرفوا عصور ما قبل التاريخ كاينين جوج اللي قريتو، العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث. بالنسبة للعصور التاريخية اللي جات بعد اكتشاف الكتابة، لأن اللي كيفصل ما بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية هو اكتشاف الكتابة. إذا العصور التاريخية كاين العصر الحديث، العصر الوسيط. إذا غنشوفوهم انطلاقا من هاد الكلمات. إذا نبداو بالعصر الحديث. إذا العصر الحديث كاين في العصور ماذا؟ كاين في العصور التاريخية. إذا هنا نكتبو العصر ماذا؟ العصر الحديث. إذا عندنا العصر الحديث. إذا هنا نمشيو ننتقلو بالنسبة للفترة المعاصرة. إذا بالنسبة للفترة المعاصرة فين كاينة؟ بالنسبة للفترة المعاصرة كذلك كاينة في العصور التاريخية. إذا نكتبو الفترة المعاصرة، عندنا الفترة هادو حفظوهم. إذا الفترة المعاصرة، نعم. إذا هذه في العصور التاريخية. نكملو.
إذا عندنا بالنسبة العصر الحجري القديم، كاين في عصور ما قبل التاريخ، عندنا هنا العصر الحجري القديم. إذا العصر الحجري القديم، العصر الحجري القديم. إذا بالنسبة إذا هنا عندنا العصر الحجري القديم، عصور ما قبل التاريخ. نمشي للعصر الوسيط. العصر الوسيط كذلك كاين في العصور التاريخية، عندنا العصر الوسيط. إذا كاين في العصور التاريخية. نمشي دابا وصلنا للعصر العصر الحجري الحديث، كاين كذلك عندنا العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث، كاين في العصور ما قبل التاريخ. إذا نكتبوا العصر الحجري الحديث، العصر الحجري الحديث. إذا هنا بالنسبة سالينا عصور ما قبل التاريخ، بقى لينا واحد في العصور التاريخية اللي هو العصر القديم. ردوا البال، العصر القديم كاين في العصور التاريخية. إذا العصر القديم، إذا لأن بالنسبة كاينين ربعة في العصور التاريخية وكاينين في جوج في العصور ما قبل التاريخ. إذا سالينا التمرين، انتقلوا التمرين الرابع. حدد فوائد اكتشاف النار لإنسى العصر الحجري القديم. إذا من ظهرة النار كان عندها بزاف فوائد، هي استعمالها للتدفئة كمصدر للضوء، كذلك من أجل طرد الحيوانات المتوحشة، من أجل طهي الطعام أو طهي لحوم الحيوانات، وكذلك من أجل مثلا صهر المعادن أو مثلا الأسلحة إلى آخره. إذا نكتبو ممكن تكتبو غير ثلاثة راه كافيين. إذا نكتبو اكتشاف، إذا فوائد نكتبو غير عوارض، مثلا مصدر استعملت النار كمصدر، إذا استعملت النار كمصدر لماذا؟ كمصدر للتدفئة والإضاءة، كمصدر للتدفئة والإضاءة. إذا هنا بالنسبة لاكتشاف النار، إذا هذه مثلا نكتبوها إفادة. إذا استعملت من أجل التدفئة وكذلك من أجل الإضاءة. نكتبوا حاجة أخرى، استعملت النار كذلك من أجل، استعملت من أجل طرد الوحوش، استعملت النار من أجل طرد الوحوش، إذا من أجل طرد الوحوش أو الحيوانات المتوحشة، من أجل طرد الحيوانات المتوحشة، إذا استعملت من أجل طرد الحيوانات المتوحشة. إذا نشوفوا حاجة أخرى، من أجل طهي الطعام، ومن أجل استعمال النار من أجل طرد الحيوانات المتوحشة، ومن أجل طهي الطعام، ومن أجل طهي الطعام أو طهي لحوم الحيوانات أو طهي الطعام، من أجل طهي الطعام، حيث كانوا قبل ما كانش عندهم النار كانوا كياكلوا الماكلة يعني ما طيباش. إذا هنا استعملت النار من أجل صهر المعادن، من أجل صهر المعادن وكذلك الأسلحة. إذا نكتبوا من أجل صهر المعادن، إذا راه جوج كافين، يعني ممكن تكتبوا غير جوج راه كافين. إذا هادو فوائد النار ولماذا استعملت، يعني كيف استعملت النار وفوائد استعمال النار عند اكتشافها في العصر الحجري القديم. إذا كان هذا هو التصحيح، نتمنى نكون فدتكم. شكرا وإلى اللقاء.